بزاف في الفيسبوك باش انهم يشتريوا الترافيك، داكوغ، باش انهم يشتريوا الترافيك. وفاش الفيسبوك، اولا خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هو انه الفيسبوك راه عباره على واحد النظام ديال 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 بحال المزاد، اللي عطاك كثر كيعطي ترافيك كثر. انت عطيتي شي، مثلا جيت انا عطيتو عزيز حسيت بشي حاجه ماشي هذيك، اشوف راه بصراحه راه شي اللي كاين هو اصلا نظام ديال بحال المزاد. نينو في شريط انا كنبيع برودوي وانت صاحبي تبيع نفس البرودوي، ياك جيت انا عطيت الفيسبوك مثلا 10 دولار وانت عطيت شي 5 دولار، راه انا اللي غيعطيني الناس احسن منك. بيان سور حاجه طبيعيه الفيسبوك، فهمتي، تعطي الناس اللي تعطي الناس اللي كثر. او فاش كيكونوا الشركات اللي كيحطوا الفلوس كثر سوغ انترنت في الاعلانات، فراه اوتوماتيكمون تيمشي الفيسبوك تبقى مركز معاهم. هاواي العز فاش كيبدا الفيسبوك تطلقوا الاعلانات، راه يعطي للناس اللي خاصنا نكثر. ودخلنا اكبر دابا شركه كتطلق بوبليسيتي مثلا في المغرب، لانه شريت في المغرب شركه مثلا كتطلق لي بوبليسيتي كتخسر مليون في النهار، واش الفيسبوك غادي يعطي دوك الناس اللي كيشريو غيعطيهم لديك الشركه، ولا غيعطيهم لك انت اللي كتيستي ب 10 دولار و 15 دولار؟ امبوسيبل. انت كيكزومبل مثلا بحال جوميا، راه ما يمكنش تنافس جوميا مثلا في الترافيك. جوميا راه كتاخذ ترافيك، راه كتجر ترافيك ديال بصح. هادو مشاكل فهمتي اللي تيكونوا عاده. ولكن في الثلاث شهور الاخره من هاد السنه ولا في الشهر هذا ديال نوفمبر كيكثروا. علاش؟ لانه في هاد الفتره هادي من الزمن الشركات كدير لي بروموسيون البلاك فرايداي، راه الدراري عارفين اللي كاين فهاد زعما فهاد البيريود هادي، راه الشركات كيديروا الغرق ديال الاعلانات، سواء باش انهم يخرجوا ديك السلعه اللي عندهم، سواء باش انهم الهدف اصلا هو انهم يبيعوا بزاف، داكوغ. ابار على هادشي وانه كاينين شركات اللي فوالا كيحبسوا، فهمتي، باش كي الاخر ديال العام باش كيديروا ديك المحاسبه واش يعرفوا راسهم فين غاديين وفين حابسين. ولكن هذا ما يكونش واحد التاثير كبير، عكس الشركات اللي كيكونوا كيديروا الاشارات بزايد. على عين فيسبوك ادز حاليا، لا عزيز خويا مصطفى جيش مصطفى شيري قال لي جيب شي هواي. مرحبا اخي. شوف عزيز، قلت لك واش خصنا نزيدو في البيدجي. شوف فيسبوك انا بيان سور ماشي انا غير فهمتي كنشوفو داكشي بالانجليزيه، كنحاولو نفهمو شويه من فهمتي، كنحاولو نفهمو شويه من شنو خصنا نديرو فهمتي، حتى راك عارف راه ما يمكنش تعرف بالضبط النصائح اللي كاينين اللي كيقولوهم المراكنه. انا دائما كنفهمشي المراكنه، واخا الانجليزيه ديالي ضعيفه، المراكنه كيقول لك من الاحسن هاد الفتره هادي تبقى غادي بالبزنس ديالك بشكل عادي وما توقفش. اول حاجه ما توقفش، ثاني حاجه هو انه لك تدير مثلا 10 دولار في النهار، ما تحاولش دير 15 وما تحاولش دير 20 وما تحاولش دير 30، يعني بقى دير 10 دولار في النهار. الحاجه الاخرى اللي ننصحك بها سعيد مزيان الله يحفظك، الحاجه الثانيه الاخرى اللي ننصحك بها هو مثلا في الاعلانات، هو في الاعلانات ديالك حاول انك تبدع. نعطيك مثال، مثلا دير لي بروموسيون حتى نتايا فهمتي، حاول انك تقدم شي اوفر في الكونكورنس. الله يحفظك اخو اسماعيل، شكرا اخي. الله يحفظك. تحاول ما امكن انك تقدم شي اوفر اللي فيه الكونكورنس فهمتي، حيت اصلا هادشي كيفاش داير باش تفهم. هو مثلا فاش كيكثروا دوك لي بروموسيون كيكثروا بزاف، كتلقى عاد حاجه طبيعيه تلقى داك الكليان اللي كان نورمالمون يشري من عندك يمشي يشري من عند واحد اخر. واصلا الفيسبوك قبل ما يجي يشري من عندك ما كتطلعش ليه كاع لانونس ديالك، داكور. هادشي اللي كاين الاخوان بصراحة هذا هو السبب فهمتي، وهذا هو السبب اللي خلاني انني نقول البارح، هو اللي خلاني انني نقول البارح الاخوان
ما تبداوش دابا. علاش؟ لانه اصلا غير باش تبدا ما غاديش تعطيك نتائج. فعاود ما انك كتبدا في وقت اللي مزيان. مثلا نعطيك مثال، تبدا في وقت مزيان مثلا 10 دولار تجيب لك واحد 4 المبيعات 5 المبيعات، وتافونسي القوي ياكل الضعيف بالرجل، وتافونسي في خدمتك غتولي دابا تطلق ب 20 دولار. شوف طالق ب 20 دولار وشوف واش كتجيب واحد ثلاثه المبيعات ولا خمسه. صعيبه صاحبي، اللهم تسنى سير ديفلوبي راسك في داكشي ديال الماركتينغ، في الاد كوبي، فهمتي، في الكوبي رايتين، ديفلوبي راسك في كيفاش تقاد السطور، كيفاش انك تقرا ديك الداتا ديالك، واخا غير من خلال الفيديوهات ديال الدراري، فهمتي، حسن ليك تقاد الامور وبدا. وانا راه ماشي انا كيف ما كيعرفوا الدراري، انا ماشي شنجوش نقول لكم دائما لا راه فيسبوك راه ما كاينش الخدمه، ماشي بالعكس، راه مكرهش انا دائما تكون الخدمه، فهمتي، عشان بغيت نبقى موتيفي وموتيفي الدراري. ولكن راه الواقع هو هذا. نعطيك انا مثال، ف شنقول لك، نهار ثلاثه في الشهر انا خدام، ماشي تجيش المبيعات كاع قلال، ثلاثه في الشهر قسما بالله، 4 5 6 بديت الخدمه، طلقت لي زانونس، راه مفرقعه، فهمتي، راه مفرقعه ديال بصح. 300 درهم راه 30 دولار جابت تقريبا شي 22 مبيعه، فهمتي، وكانت الخدمه، فهمتي، كانت الخدمه ديال بصح، وحق الرب تقريبا واحد 4 ايام ولا مرات 5 ايام وهي الخدمه، فهمتي، ما ماشي ساليش كاع. ولكن من وراها قضيه صافي بحال كان شيء لم يكن. بيان سور ما جيتش وهدرت، بيان سور مشيت نجرب تنتيستي، وانا عارف برودو ديال شي تطلب، فهمتي، حيت راه في اليامات العاديه شكون قديم مزيانه تيكون مطلوب. دونك الاخوان ما تنجيش دائما ما تتكلمش من فراغ، فهمتي، انا دائما فيما كتكون شي حاجه راه كنصبر وتنشوف وتنتيستي ومشنجيش باش ندوز. هادشي اللي كان الدراري، وكوراج زعما، كوراج لاي واحد باغي يبدا، فهمتي، راه نصيحه، راه ماشي ضروري تبدا دابا، شي ما حدوك انه عندك فكره ديال انك باغي تبدا، باش ضروري تبدا دابا، شويه عليك، دوز 15 يوم ولا 20 يوم ولا 10 ايام كاع واش يعني يبدا، فهمتي، واش يعني يخدم، هادشي اللي كاين، فهمتي، حيت كواحد المثال، الا كنتي بغيتي تمشي بلاصه راه ماشي يهمش واش غادي بالزربه ولا غادي بشويه، حيت المهم انت غادي، لا غادي، لا هادشي اللي كاين الدراري. وانا راه توصلوني ميساجات، فهمتي، توصلوني ميساجات ديالكم، توصلوني ميساجات ديال كاع الدراري اللي جنعرف، تصيفطوني ميساجات، تنسول الدراري اللي تيطلقوا لي بوبليسيتي، باي دو اللي كاين شي واحد تطلق لي بوبليسيتي صيفط لي ميساج، فهمتي، صيفط لي في كنسكون في كيسكون، ومرحبا، نعطي النمره ديال الواتساب ديالي على الراس والعين، فهمتي، حيت راه بحال هكا فاش كتكون عارف، حيت انا ماشي النهار الاول اللي وقع لي المشكل عاود تيستي صافي تاكدت، ولكن شي خص واحد اخر يبقى يقول انا المشكل فيا، فهمتي. وانا كنشوف بزاف ديال الدراري في الجروبات، فهمتي، هو راه يقدر يكون عنده الحق، ولكن تيصحاب بلي راه المشكل فيه، ولكن راه المشكل راه ماشي فيها صح، قليل فاش كيكون المشكل في الشخص، فهمتي، يقدر يكون المشكل في اش نقول لك، في حاجه، فهمتي، في فيسبوك، هادشي اللي كاين، حتى انت ما تتعاملش مع شي حاجه ا زائد بي كتساوي، فهمتي، المهم واحد زائد جوج كتساوي ثلاثه، انت ما كتتعاملش مع شي نظام ثابت، فهمتي، انت كتعامل واحد النظام متغير، اليوم مزيان غدا ما يبقاش مزيان، ما بقاش حماق انت ولا وبقى لك بنادم في الجروبات كلشي مزيان، انتوما ما تبغيوش تخدموا، الساط شكون اللي مكرهش يخدم، راه كلشي اصاحبي تيبغي يخدم، هذا ما كان. وانا دائما كنقول الدراري مش قارنوش مع الشركات الكبار، فهمتي، الشركات الكبار ولا الدراري الكبار، حيت هذوك الميزانيه ديالهم طالعه، راه كاين فرق ما بين واحد اللي تيخسر 50 دولار في النهار وواحد تيخسر 5، وكاين فرق ما بين اللي كيخسر 50 وكيخسر 500، وكاين فرق ما بين اللي كيخسر 500 وتيخسر 5 المليون، فهمتي، راه كاين فرق اصاحبي، راه فهمتي، راه فرق كبير، واحد النحله دارت لي الطياره، راه واحد الفرق كبير وشاسع لواحد الدرجه ما تصورش اصاحبي. وانتم ماجي تجيو تلقاو شي فيديو ديال شي واحد من دوك الاخوان وتبقاو تدمروا في راسكم،
انا اللي ما خدامش، انا اللي ما خدامش، اش راه انا شي وقع ليا فهمتي؟ باش نكونوا واضحين، انا اش وقع ليا؟ شنو بقى نقول؟ لا انا اللي ما متفروش، انا اللي ما خدامش، انا هادي انا هادي، انا اللي ما عرفتش لهادي. ولكن تجي تشوف تلقى بعض المرات تخرج لكم مشاكل فهمتي اللي فوق طاقتك لا تولا، هذا ما كان المره. ما يمكنش دابا انت مثلا عندك واحد البادجي ديال 5 المليون ولا ديال 4 المليون، راه ما يمكنش تخدم بيه كانه عندك بادجي ديال 10 المليون فهمتي؟ ولا 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 واحد عنده بادجي ديال 100 مليون. كاين فرق صاحبي فهمتي؟ كاين فرق، كاين فرق في الخدمه، كاين فرق في التجربه، كاين فرق في لي برودوي، كاين فرق في بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين الدراري، وانا هادي اللي كنشوفها بصراحه تخرج على الناس فهمتي، ديك المقارنات الخاويه. انا شنحاول نعزل، شنحاول نعزل راسي، شنحاول نبعد من داكشي خبر المره طرا شي ضرني، ولكن نبعدو من المقارنات. كنشوف واحد المره شفت واحد البوست ديال واحد الصاط تيقول بلي ما تقارنش الموسم ديال الزرع ديالك مع موسم ديال الحصاد ديال واحد اخر. راه فريمون، راه فريمون علاش املتي زعما فهاد علاش املتي زعما فهاد غير فهاد ليكزومبل ولا فهاد المثال هذا؟ راه كبيره صاحبي فهمتي. واحد راه ديجا حصد، واحد ديجا حصد، واحد ديجا فهمتي يلاه شي زرع. واش خير ما يدبنش يلاه شي زرع الارض ديالك فهمتي، واش تبقى تشوف واحد مثلا تيجني الزرع مثلا، واش تبقى تشوف فيه فهمتي ومدمر؟ عرفتي شنو تولي شوف داكشي اللي تزرع وراه تولي لا علاقه فهمتي. فريمون كنقول دائما فهمتي، كنقول دائما بنادم يمشي قسما من بالرب العظيم اخوان، احسن حاجه ديروها فهمتي، احسن حاجه ديروها وغادي تمشيو مزيان في خدمتكم. وانه شي حدك تعلم لي برينسيپ ديك لا باز ديال الخدمه، سير ديفلوبي راسك في البراجيك. في البراجيك مثلا فيسبوك ادز، قاد ستور، قاد لينكدين بيج، قاد ياك. وتعزل، تعزل على البشر، تعزل على البشر بمعنى تعزل على الناس اللي كيبقى يدويو فهمتي. تعزلتي عليا انا، تعزلت عليا انا اللي كيبقاو يدويو في هادشي. غادي تمشي غادي تكونسونطرا مع لي برودوي ومع التيم ديالك، ولا المهم مع راسك صافي، تكونسونطرا في خدمتك، وتدخل فيسبوك ديال قشب مع صحابك. وراه الدراري غيكونوا شافوني كنديرها مؤخرا صافي، وقطرونكي ممكن لا تصدع مع راسك ما بوز بال ما حتى شي حاجه. هذا شي يدير هادي، هذا شي يدير هادي، لا هادي شي يدير هادي، لا شوف ليا هذا مشى للميتينغ هنا، لا هذا راه شي دوي دار ميتينغ هنا، لا هذا دار هذا، لا شوف ابعد من داكشي صافي. شد لك لاباز ديال الخدمه، سير خوت خدم على راسك فهمتي، سير تخدم على راسك بيان سور فهمتي. الخدمه بعقلها فهمتي، مش قاش كاع مروان ولا ما في نال مورا. وصلت فهمتي، وصلت الفكره ديالي، وصلتها ليكم فهمتي. احسن حاجه تقدروا ديروا هو حق الرب العلادي مي بنادم يتعزل قدر الامكان صافي. شي الناس ما تبقاش تقول لهم انا كندير ايكوميرس ولا انا كندير هادي ولا انا كنخدم هادي. انا في واحد عرفت شحال مؤخرا مشيت هذا، المهم من غير هذا الشهر هذا صافي حبس. كانوا الدراري صحابي، المهم راه مصطفى، مصطفى مريقل فهمتي، مصطفى بدا شي خدم فهمتي ومشى. كم الدراري اشتراني نوع منهم بيسيو، كاين نوع منهم وكاين نوع الاخر اللي تيخدم بيسيو. باش نهضرش على اللي تيخدم ولا اللي باغي يدير شي حاجه، من باب الصحبه بعض المرات كتقد تعاون بنادم، تساعد بنادم. شنو تدير؟ راه والو، جالس تلوح ليه شي فيديو السطا باش تموتيفا باش يخدم، تصور ليه تقول ليه فوالا شحال دخلت اليوم ولا شي حاجه فهمتي، تهضر معاه باش يدير شي حاجه وباش يدير والو فهمتي، باش يدير والو صافي. تجي واحد الوقيته اللي صافي تتسد ديال بصح. هو شينا حاليا شي ولي شي نديرو قسما بالرب العظيم، ما بقاش جات نهضر مع الدراري ولا شي حاجه، نجي ونبقى ندوي غير من باب انني ندوي ونموتيفي بنادم. لا صافي، الا جا شي واحد صافي، الا جا شي واحد فهمتي وطلب شي بلان بحال هكا، شي ندير معاه جدي فهمتي، وداكشي اللي عارف باش نعاون به. هذا ما كان علاش، حيت جوج الحوايج بنادم فاش طيح حاجه فابور، شي صحابه لا علاقه فهمتي. شنو حاجه بنادم باش صحابك تكذب ماشي الليله باش صحابك تكذب حق الرب. هادشي اللي كاين الدراري، كوراج. المهم اللي عنده شي سؤال مرحبا،
شربوها واي. دابا دا هو نديرو اليوم اشهار الله. باي ذا واي انا حاليا حابس خدمه باش نكون واضحين، فهمتي؟ ماشي ما يجيش واحد يقول لك لا نتوما خدامين و تبقاو تطلقوا علينا هنايا. انا والله شي حابس برا باش نفيق في الصباح تندير حاجه تنتيستي، فهمتي؟ تنتيستي نشوف النهار كيفاش داير. وهادي وغالبا راه شوف كتلق كومبين اما ساعتين الاولى كيبان لك البلان، فهمتي؟ عاوتاني تادي زيد على الدراري اللي كيبقى يقول لك لا واش تسنى يومين تسنى نهار النبق تسناها ساعتين شي بالك البلان، فهمتي؟ غير من داك النوع ديال الكليان اللي كيجي عندك، فهمتي؟ من الكليان اللي كيجي عندك راه امبوسيبل يكون كيجي عندك داك صحاب الميلو ما نطيحوش، صحاب اين اعلان راه حطيت البوست ديالي باش بلان يجي يقول لك بلان يجي يجيب الاعلان ديالك تقولك شكون معايا وهو مصيف لك ميساج بيان سور، فهمتي؟ الا كان فيسبوك شي جبد النوع هذا ولا يبات عارف داكشي راه لا علاقه بالرجوله، عارف الترافيك عيان بلا ما حبس، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. تفيق في الصباح شن تيستي بانت لي الامور مزيانه، فهمتي؟ صافي وابخي راه كنخدم فاش جبد لي مزيانه راه اشي جبد لك مزيانه خصك تستغل الفرصه. بالنسبه للبرودوي اخويا نستغلوا الوقفه باش نلقاو برودوي فوالا صات بالرجوله هذا بلان، فهمتي؟ اللي جالس دابا فهمتي يقلب على لي برودوي يتيستي هي تيست ما ماتش تيش نتائج، ولكن يقلب على لي برودوي فهمتي يقلب على لي برودوي يقلب على لي فورنيسور ديالهم ويكري شي ليست فهمتي ديال شي 10 د البرودويات ولا 15 ونهار اللي تبدا القضيه شويه مزيانه. بيان سور واحد الحاجه راه حتى واحد ما غيعرف قادي واش مزيانه الا ما كانش تيستي كل نهار. انا داكشي علاش قلت لكم كنفيق في الصباح باش نتيستي، فهمتي؟ اتمود اتنوض اخي اتمود غادي فاش غادي تبدا مزيان تيستي. لا عزيز خويا التليفون الادس من التليفون ما كافيش اخي، نصيحه سير اخي دير داكشي من البيسي يكون مزيان وتهنى لك مع راسك هذا ماك. دونك اش قاد برودويات تليسيوم وغادي تمشي فاش غادي تبدا القضيه محركه عاوتاني باش تبدا تيستي. الا حطيتي 15 برودوي ياك كون اكيد غادي طيح في 3 حتى ل 5 خدامين، فهمتي؟ من 3 حتى ل 5 صوف. النصيحه لا نصحك هو في اختيار برودوي ما تمشيش بشخصيتك. عطاك اكزومبل كنتي انت محجب ياك ولا كابر في واحد العائله مثلا ديال متقي الله كامل كنتقاو الله، جاتك مثلا شي وحده تبيع الصايات وهذوك الصايات مفرقعين واعرين ما تمشيش تقول انا ما غنبيعهمش، باش نكون واضحين الاخوان فهمتي. خلينا من حلال وحرام واللعيبات، ولكن هنا تنشوف غير انت واش غادي تاخذهم، فهمتي؟ ما غاديش نشوفوا حلال ولا حرام. حلال ولا حرام كبار هادو الاخوان، فهمتي؟ انا دائما تيسولوني الدراري على الدروب شيبين كنقول لهم الحرام هو الفقر. ما علينا، شوف برودوي واش خدام حدو غتحطو زعما غادي تعزلو بدون شخصيتك تيستي خدم ليك خدم اخويا، باش نكونو واضحين الدراري حيت راه ميمكنش اصاحبي ميمكنش تبقى تعزل برودوي فهمتي وفق هواك. مثلا انت عزيز عليك هواي غادي تيستي هواي، مشي اصاحبي سير تيستي سبراي سير تيستي بومس تيستي كوكا تيستي شي حاجه اخرى فهمتي، تيستي شركات على الجد ولا نوع ديال البرودويات على الجد، ماشي زعما لا انا ما عنديش مع هذا ما نديروش. ودي راه كانت فيا هي وبقى لي ديال الثمن كنت كنقول لا واش انا غندير هادي ب 200 درهم. تويتر ادز حتى هو مزيان الاعلانات لا خي، غنقول لك علاش صديق جمال. شوف حنا راه كنديروا اعلانات في فيسبوك حيت فيهم بزاف ديال المغاربه، حيت هي البلاتفورم الاولانيه اللي فيها المغاربه. كون كانوا المغاربه بزاف ولا كانت واحد سايز اودينس ديال الاودينس كثيره
مثلا في سناب شات كنا غادي نستعملوا سناب شات، وكنا كنت في الانستغرام كنا غنستعملوا الانستغرام. دونك حنايا مشينا نمشيو نختاروا البلاتفورم، حنا كنختاروا فين كاينين الناس بزاف، وهي كاينين الناس بزاف فيسبوك في المغرب في الفيسبوك، في مصر في فيسبوك، في السعوديه في سناب شات، فهمتي؟ هي على حسب البلد هذا المكان، الترافيك راه كيجي من ما فهمتي، كيجي من اي بلاصه. هادشي اللي كاين الدراري بالنسبه للكونفيرماسيون، راه كندير لايف قبل اللي ما شافوش، راه حطيت هذاك اللايف، حطيتو في لاشين ديالي في يوتيوب، دخلوا شوفوا داكشي. بالنسبه للفورماسيون، انا دائما كنقول النهار اللي غادي ندير غدار فهمتي، دار مريقله بيان سور، ما ديرش بداك الاشمنه اللي كيكونوا طالعين بزاف فهمتي، حتى انا عارف واحد النهار كنت باغي نبدا، ما حتى نشوف شو غادي ندير اليوم 3000 2000 بالرجوله تيراس ومرض. فورماسيون بنادم ما يديرها فهمتي، يديرها بواحد الثمن اللي اقل واحد هنا عنده فلوس يشارك فيها، اقل واحد عبد الجليل ام ا انيا الى تلقتي من اد ماناجر شي اكزيستين بوست ولا تقاد بوست من الاول. اخي عبد الجليل، انا من النوع اللي كيخدم بالاكزيستين بوست، والدراري اللي ما غيعرفوش الفرق ما بين كرييش اد وما بين اكزيستين بوست، انا نشرح لهم. كتكون عندك في الباج ديالك اللي كتطلع منها لي بوبليسيتي، كتكون عندك مثلا لي بوست ديالك اللي فشارك انت مثلا تبيع مثلا سراول، كتمشي كتحط سراول بوست، وكتدخل تدخل البيز ماناجر ديالك بشكل عادي ياك. السلام عليكم صافي مزيان. كتدخل البيز، كتدخل عشي شحال الخايبه تقهوى في قهوه في حومجك اللي داز السلام ما علينا. اوكي مزيان. في القضيه ديال سميتو ديال اكزيستين بوست، كتمشي كتاخد بوست، يعني كتقول لي بغيت ناخذ واحد البوست ديجا نحطو في لاباج اكزيستين بوست. هنا شنو الجوانب الايجابيه ديال هادشي، وانه الكليان فاش كيشوف لانونس، يعني داك الزبون اللي انت داير ليه اعلان، فاش كيشوف لانونس كيدخل لاباج كيبان لي هادي، احسن من انك كتمشي كدير كريش اد من الاول. حيت فاش كدير كريش اد ما كيتكونش هو راه تيبان في الباج، ماشي يبانش، ولكن راه ما كاينش في الباج، هو راه ما فيش، تيبان الاعلان اول مره. هذا هو الفيد ديال الفيسبوك، انت هنا تطلع طلعات بحال هكا، طلعات سميتها، طلعات الباج ديالك، طلع لي برودوي والمنشور اللي حاط. اما فاش غيكليك الكليان، غيكليكي على الباج، غيقلب على داك البوست وسط منها ما غيلقاهش. هنا غيجي عندك بنادم ويبقى يقول لك اخويا راه بان لي البوست ولكن ما لقيتوش، ما بقاش يبان لي. وبزاف ديال الدراري كانوا يصيفطوا لي ميساج، دونك من الاحسن تستعملوا اكزيستين بوست. وهذيك اخي عبد الجليل ديال كرييش اد تقدر تستعملها في حاله وحده، عرفتوا الصوت مزيان ولا لا، ولكن تقدر تستعملها في حاله وحده، هو انه كيكون عندك شي برودوي اللي ما كاينش في المغرب، فهمتي؟ برودوي ما كاينش في المغرب ديال بصح، بيان سور تش خاف على انه يشدو بنادم ويكوبي ليك، كتمشي كدير كرييش اد. واخا راه بنادم ما يطيح ليه يطيح لي، دونك من الاحسن اخويا عبد الجليل، وانك تمشي فهمتي، وانك تمشي، ومن الاحسن هو انك تمشي وتستعمل اكزيستين بوست بشكل عادي، تحط لي بوست بحال اي بحال ال سي واي كيكي، بحال كيابي، بحال اي براند، ولا بحال اي شركه كتبيع فهمتي عندها باج فيسبوك ديالها. هادشي اللي كاين. خالد دوك شانيل تيليجرام موفيز افير اخويا ولا مزيانين؟ شوف على حساب اخي، ولكن راه واحد 90% اخي، حتى 95% موفيز افير، عرفت انا شي بانوا لي تماك شي حطو ترى ما يمكنش تبريو شي حطو صافي تبيعو بالتقسيط بالرجوله. تندخل بعض المرات اخا انا قليل فهمتي، قليل فاش كندخل، ولكن راه فريمون فاش كندخل كنلقى شي حوايج صعيبه راه بزاف اصاحبي والله. دابا بحال مثلا دابا بحال واحد السمطاش ديال الدار، السمطاش ديال الدار دوك الصغار فهمتي، راه معروفين دوك الصغار، مازال بنادم ندير لهم 60 درهم في جمله، علما انه ما ب 40، ولا مشيتي تاخذ الكونتيتا تاخذهم ب 30 35، ولا خدي شي كونتيتا من عند الجمله الاولانيه تاخذهم ب 30 درهم. ا
ابجلي خويا شنو السبب؟ رجع اللايف، رجع من الاول اللايف، راني قلت السبب فهمتي، السبب اخ هو الانتخابات، وكاين الكيفور هو الجزء الاخراني من العام فهمتي، دونك القضيه شويه شكون مزير. دونك دوك لي شانل ديال التليجرام بالروج ولا شي بيرو ليا ما عرفتش، راه بزاف على الاستغباء اصاحبي، راه اصاحبي راه تنبيعو بالجمله اصاحبي، راه تنشريو نورمالمون الدراري اللي خصهم يشريو، راه خصهم يشريو باش يبيعو ماشي يشريو. بحال واحد كاين في الرباط راه معروف فهمتي، كاين في الرباط كاين حتى تخفيض رايده، هذاك بالرجوله حمق ما عرفتش واش كاين في الله، هذاك بالرجوله حمق فهمتي، انت يا اما حمق يا اما لاقي بنادم كيقمح فيه، وحده من الجوج، حيت راه ما يمكنش اصاحبي شكون حاط لي قدام اصاحبي ب 40 درهم اش تقول قدومه ديال السيليكون تكبر طوال. فوالا فوالا بجليله كيفور الساط. المهم الدراري اخواني هادشي اللي كاين، كوراج فهمتي، كوراج لاي واحد ديما فهمتي، حنا راه ماشي ضد بنان ماشي بغي يخدم، راه تنقولوا اللي كاين وصافي. تيليجرام مزيان باش كتعرف برودوي جديد في السوق، ما غاديش تلقى فيهم لي برودوي اللي جداد في السوق اخي، برودوي اللي جداد في السوق قلب عليهم وشوف شركه تدخلوا ليك. هادشي اللي كاين الدراري، شكرا بزاف، يتوب عليكم. هادشي ديك التكريعه ديال هاواي عم يشوف على اي واحد هنايا بيس. كنعاود نقولها بالنسبه للفورماسيون، راه غادي تكون فهمتي، ما غاديش تكون لواحد العدد اللي كبير، بس غادي تختاروا الدراري اللي فريمون باغيين يخدموا فهمتي، 50 واحد 40 واحد من هاد 11000 واحد اللي كاين كاين في في الجروب واللي كيصيفطوا لي ميساجات. دونك غنحاولوا نخدموا معاهم فهمتي، داكشي اللي كنخدموا به حنايا واللي وبيان سور راه بدون كذب، بدون بقى نقول لك راه قلت دير 10000 دولار اول شهر ديالك عبدو، هذا شي راه عبدو بالرجوله، النار هذا عبدو حق الرب الدراري، شي راه عبدو عزيز عليا بالجد. اول مره فكرت ندير شي بروجي كانت خاصني 2000 درهم، عبدو كان خدام ديك الساعه قرينا في لافاك بجوج ولا يبات، كانت خاصني 2000 درهم قسما بالرب، كدير الجامعه المهم جاي مش قريبا شي بركه فهمتي. المهم الضعف ديال العيبات او فهمتي، قصدتونيش واخا ما قصدتوش فهمتي، اقول قصدني قصدتو فهمتي، حيت من داك النوع بالرجوله اللي عشيرك ماشي يخليك شي تقول لي فوالا راه محتاج ولا هادي صوفاني او وحق الرب. تقريبا من الدراري زعما من بسبابهم زعما بديت الخدمه وبديت خدام فهمتي بالرجوله، دائما تنتفكرها داكشي علاش كنقول لكم بالرجوله الدراري فهمتي، من الاحسن بنادم يقلب على 20 فهمتي يكونوا زوينين، علما ان دير مورا تصادف شنو هي في لافاك راكم عارفين لافاك. دونك داكشي علاش كنقول لكم الدراري حاولوا تيستيو بزاف ديال الصحاب فهمتي، كونوا 20 لعيبات حتى راك عارف راه واحد تيدفع واحد ويا غادا تو راه غيبدا الاي كوميرس غيبدا هاد اليمن ان شاء الله، غندير انا ويا شي قهوه نشرح ليه ان شاء الله اللعيبه كاملين ويكون خير. الله احسن حاجه ربحنا داك لافاك وانت خفاض، الله يحفظك خي عبدو، يلا سير في حالك سير في حالك قبل ما تكبر ليك يشوف عليك. المهم الدراري شكرا بزاف، يشوف عليكم هو دار شي القهوه باش تريح فهمتي تكونسونطرا مع راسي، هو هذا شكرا لكم الدراري بزاف، كوراج ليس الامور.